كابتن معتز، عايز اوريك مجموعه من الصور وعايز تعليق منك عليها. هنبتدي معانا باول صوره مخرجنا دكروري هيعرضها لنا دلوقتي. كابتن اينو رحمه الله عليه. لا بابا، لا ده ما يعني ما ينفعش يتنسي طبعا، يعني ده صاحبي واخويا الكبير وابويا كان كل حاجه في حياتك يا معتز. طبعا طبعا، يعني ده كل يوم معايا ما بنساوش، يعني كان دايما هو اللي دايما بيوجهني، وكان دايما بيجي عليا في ماتشات ودايما عايزني ابقى احسن منه، ودايما عايزني ابقى بشكل كويس طالع، يعني كان عايزني دايما ابقى كويس فاهم. كان بيديك دايما نصايح على طول، على طول تليفونات ويكلمك النهارده على طول، كان معايا على طول. وانا عارف انا ما كنتش بتعامل مع الاب وابنه، يعني هو كان دايما محسسني ان انا صاحبه، لدرجه انا ما كنتش بقول له يا بابا، انا كنت بقول له يا باشا دايما، نقعد اقول يا باشا ايه يا نجم ايه عارف انت. فلا هو اثر فيا جامد جدا، يعني انا حسيت اللي هو بعد ما مات ظهري اتكسر، يعني انا ظهري اتكسر فعلا بعده. كان نفسي يكون موجود ويشوفني وانا مدرب، يعني هو شافني وانا لعيب وشافني لما حققت بطولات كتير، بس كان نفسي يشوفني وانا مدرب في النادي الاهلي، بس ما حصلش نصيب، لكن عمري ما هنساه. كل اللي يعرفه كان راجل جدع بمعنى الكلمه. كابتن اينو بص كان عمره ما بيتاخر على حد، يعني دايما حتى يروح مثلا عنده عزاء، يروح مشوار، انا اللي دايما اقول له مثلا انت هتروح تعمل ايه، انت تعرف الناس دي او انت، يقول لي انت ما تعرفش الحاجات دي دلوقتي، انت ما تعرفش دي. كان سباق دايما اللي هو عارف سباب الخير، اللي هو دايما يروح لده ويروح لده ويروح لده. اتفاجئت انت بخبر وفاته، كنت موجود فين وقتها؟ كنت في البيت لما جالي الخبر. هو راجع من بورسعيد، كان بيقضي واجب عزاء مع لعيب كابتن مصطفى الشناوي نجم النادي المصري، وراح كان معاه عربيتي على فكره، كان واخد عربيتي، ولما جالي الخبر جالي بالليل وهو راجع عند العاشر من رمضان اتقلب بالعربيه، فكان الموضوع صعب. ربنا يرحمه، زي ما بقول لك يعني كان رمز الجدعانه كلها بالنسبه للعيبه كلها وكل اللي يعرفه، والكل العاشر الكابتن